السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب الجزء السادس من أنجري بيرد إبك آر بي جي أو آر بي جي إبك. وقفنا عندها المرحلة هذه آخر بالجزء الخامس، ونتمنى يعني نقدر نكمل اليوم قبل لا يجينا ابو غريت تطوير او ريكونكت. شويه نت عندي تعبان. الان كنكنا راح نلعب المرحلة هاي، ومثل ما قلت لكم نتمنى يعني نخلصها ان شاء الله. الباور مال الخنازير 37، والتيم مالنا عارفين نضم واحد ثالث للتيم 46 باور، فيعني مسيطرين ان شاء الله. الى العب باور باتل، شايفين عندنا اربع خنازير يعني، واحنا بورجن انا مسوي بورجن عندنا اللي هي احياء الدم، وان شاء الله نستخدمها بالوقت المناسب. ركز على واحد حتى نقضي عليهم واحد واحد. حنشوف شايفين قضينا على واحد. ركز على الثاني الان. قضينا على الطير الثاني الخنزير الثاني. شايفين مركزين على ذاك، وانا قوتي بهذا اللي بالنص، فراح اقول له بورجن. عندي خمس بورجنات شايفين، ولا ما نستخدم البورجن الان، بعد وقت على البورجن. هنكمل، راح الخنزير الثالث، وشايفين يلعب بالليفل 7. الان عندي فلفل راح استخدمه على طيري الثالث، شايفين. الان نعاود الكرة عليه مرة ثانية، اعتقد راح ينتهي، ما راح يتحمل ضربات، والله قوي بعده. انتهى راح. شايفين حصلنا على نقود فضية. أوفر العجلة، إلى تقدم للأمام. لما ما يطلب أبغريد يعني تطوير للطيور مالتي، انا ما عندي فلوس اطورها. يقول تشيلي سيل، يعني بيع فلفل. هذا الفلفل عارفين يقوي الطيور من يكمل، فيقول بيك سيل يعني تخصم 40%. هذا ما علينا منه، نطلع منه نروح للي بعدها. نقدم الطيور اللي بعدها. الان 43، شوية اقوى الخنازير، واحنا 46. طيب
خلي اشوف اكو تطوير جماعتي الطيور. رجعت طبعا ابحث عن التطوير، النت ما جاي يساعدني طبعا. خلينا نشوف اكو تطوير، ماكو سبيشال اوفر. هذا فلوس سيد ما فتنا. شوفوا التطوير، ناقصني صدفة واحدة شايفين الحمراء، وأطور السلاح الدرع. اكو درع تطوير، خنطوره جيد. الشفاء صار 250، كل جيد. نشوف هاي الموارد اللي عندي، راحت الخشب الآن، يعني يحتاج خشب وصدفة حتى تطور الهجوم، سلاح الهجوم. إذا قلت له طور يقول اشتري، ما عندي قطع فضية، عندي 44 بس. البورجن هيز فور بلس 75. عندي 5 بورجن، شوفها. اذا اخذ بورجن لازم ادفع 25 قطعة، هاي ما يخالف. شايفين الان زادت البورشن، كان عندي 5 زادن 8 صاروا. الان نرجع للمعركة، راح نروح للهجوم. سبعة واربعين قوتنا، وقوة الخنازير 43، الله كريم. شايفين الخنازير، قلت لكم ركز على واحد حتى انقتله. هذا راح انتهى. ركز على الثاني الصغير، طيب نركز على الصغير، قلنا خلينا نخلصه. لازلنا بليفل 7 احنا نلعب. الان عندي ضربة مال فلفل، راح اخلي هذا ضربة لان هذا لا، هذا قوي شوية بالفلفل. وانهينا المشن والحمد لله. الان خنزيرين نفس الشغلة، نركز على واحد.
خرك تحت هذا. راح واحد، بقى بس واحد. الآن خل نركز عليه. الحين شايفين ما بقى فيه، حتى ما راح استخدمها، خليها للي بعده. الفلفل أو تقدر تضمها للي بعده، يعني مو مشكلة، يبقى وياك. شايفين الآن هذا آخر مرحلة من الخنازير. نكمل. إذا راح أركز على واحد. أي. خلي الفلفل آخر واحد. خلي واحد ثاني. شايفين؟ ننهي هذا التليفون الحين. تقريبا لا، هذاك راح يروح اكثر. نركز على الفاضي، بس هذا يضرب جماعي يعني ضربته. الحين واحدة راك انت وتعال انت، هذا قوي. شوف تسوي فيني طير طير من عندي. ما عاد خليه يروح بها، خليه يستخدم بوشن. شوية صعدته. أنا راح أستخدم هاي وأستخدم الفلفل مع الباقي. حلو. أتمنى المرحلة بنجاح والحمد لله. أريد خشب أنا، بس أنا قصة خشب، شوف ما يطلع لي خشب. يلا خالف، شوف نقدر نكمل المرحلة قبل ما يطلب تطوير. الآن نتقدم أكثر. خنازير في البرنامج شايفين، وطيور لاعبين نزلوا هنا. كذا زواغ شرد أول شي بالون، بعدين زواغ، يعني راح نجي لهاي المنطقة. جولدن بيج ماشين اللي هي الماكينة مال الجولدن بيج، الخنزير الذهبي. رول فور اكويبمنت اند ليجندري سيت ايتمز، هي يقول فورها، وهي تنطيك معدات و ايتم مال الاسطورة. طيب أروح الفرها إذا صديقكم each weapon at all and team has possible. هاي هي شايفينها فري. راح أفرها أعطي المعدات هون فري رول مجانا. فريتها طيب. يقول دوسه هولد
مونتيرال سنغافور اسبن فورمان دي كل ميتاتين فيلم تايم بو تايم توبي عندنا دي ستاتين يعني هو لازم ال هذا الخط الكاملة حتى تعطيك ال شو اسمه الايتم. طيب هي ثلاث قطع ذهبية ما راح اضرب بالذهب انا خلينا نشوف ثلاث قطع نجرب ماذا يحدث. انطتني سلاح شايفين سيف كافي صرنا عدة ثمان قطع راح ارجع ارجع للمعركة الآن وصلنا لهنا راح ادوسه حتى يجون ترون هنا شايفين ترون اجوا الباور مات البيكس 18 يعني شود بي ايزي جاب المكافأة ثلاث صناديق قاعدين شايفينها وتيم باور مالنا صار 55 اقول ابتن دائما مثل ما قلنا ركز على واحد شوف شي يضحك هذول كاظمين سمكه وهذول كاظمين عمود والله شر البلية ما راح هنشوف نبي هذا راح هذا أول واحد البركي يروح هذا ثاني واحد ثاني جيد استخدم بورشن لأن هذا الطير اللي بالنص كلش مهم راح أجيب واحدة وانطي حتى يجي دمه أركز على الواحد أنا راح أركز على الورا الحين مات لا نركز على واحد شاب طيب هذا راح موت تاني من بقى هذا الفلفل نستخدمه حتى يغلي عليه كلب الحين وليفل اب وصلنا ليفل 8 اتمنى تكونوا استمتعتوا يا حبايبي اليوم في انجري بيرد القاكم في الحلقة الجاية هذا اخوكم ماجد هيا مع الله.